الاتحاد البرلماني يوافق على استضافة مصر مكتبا للاتحاد، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن مصر ستعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الإفريقية الشقيقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل دفع العلاقات بين البلدين بإرادة ثنائية جادة. الدفاع الروسي تعلن إحباط محاولة أوكرانية للتقدم في منطقة خاركيف، وتحذيرات من المخاطر القائمة بمحطة زابوريجيا. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بحضراتكم. أهلا بحضراتكم. وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد بالمنطقة العربية في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية. وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي واعتزامها العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الأفريقية الشقيقة. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد في رواندا. وأوضح جبالي أن مصر ستعمل على جعل المكتب الإقليمي جسرا للتعاون البرلماني العربي الإفريقي، وامتدادا لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الإفريقي. وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص البرلمان المصري الدائم على القيام بدور نشط داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي. وخلال لقائه برئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو في كيغالي، استعرض جبالي الجهود المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. من جانبه أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالانخراط الإيجابي والمكثف للبرلمان المصري في أنشطة واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في ظل الحاجة الملحة لاستمرارية الحوار البرلماني العالمي تجاه القضايا والتحديات الاستثنائية المعاصرة. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسوخ العلاقات المصرية الرواندية التي حافظت على زخمها الإيجابي في جميع الأوقات. وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الرواندي أوغستين أياموريمي، شدد جبالي على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتلائم مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. كما استعرض رئيس مجلس النواب جهود مصر في استضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. ومن جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ الرواندي عن بالغ تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمنا دعم مصر الدائم لرواندا في كافة المجالات والأصعدة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام. كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت من ضبط 542
قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال 24 ساعة. هذا وضبطت وزارة الداخلية قرابة 31 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، فضلا عن ضبط أكثر من 85 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 198 قضية خبز ناقص الوزن و 100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طنا في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار بمقر وزارة الخارجية. هذا وشهد اللقاء بين الوزيرين عقد جلسة مباحثات موسعة تناولت كافة جوانب العلاقات الثنائية إلى جانب تبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة بين مصر والهند لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أوضح شكري أن المحادثات بين الجانبين شهدت بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن بحث إمكانيات العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات بين القاهرة ونيودلهي. تأتي هذه الزيارة في مرحلة هامة شهدت فيها العلاقة حقيقة طفرة جديدة على أسس راسخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين. استقبلت القاهرة زيارة معالي وزير الدفاع الهندي، انعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة، لجنة مجلس رجال الأعمال، زاد بحوالي 40% حجم التجارة فيما بيننا. وأيضا تأتي هذه الزيارة بمناسبة العام 75 من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك كان لي الشرف أن عقدنا اجتماع مع معالي الوزير على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة، وكل هذا يؤكد بأن هناك إرادة سياسية قوية لدي الجانبين للعمل المشترك لتعزيز علاقتنا الثنائية للتنسيق إزاء التطورات الدولية والإقليمية. من جانبه قال وزير الخارجية الهندي إن الزيارات المتبادلة بين مصر والهند تعكس الرغبة في تنمية مستوى التعاون الثنائي، لافتا إلى أن المحادثات شهدت مناقشة الصراع في أوكرانيا وتداعياته. هذا وأشاد الوزير الهندي بمستوى التعاون مع مصر في العديد من المجالات، وأوضح أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر، مشيدا بما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومقدما الدعوة لمصر لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين في ضوء الرئاسة الهندية الحالية للمجموعة. التجارة والاقتصاد يتم تناميهم بشكل مضطرد، وهناك زيادة ب 2 مليار دولار، واليوم اتفقنا على أن هناك إمكانية لزيادة هذه التجارة والتعاون بين الأسواق بين بلدينا. الاستثمار أيضا إيجابي بين البلدين، هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر، ونحن لدينا أيضا خطوط، لدينا استثمارات في خطوط الأنابيب، وهناك إمكانية لزيادة هذا الأمر كما قلت لمعالي الوزير، ولدينا اهتمام بإمكانيات في مجال الصناعة وبالذات الطاقة المتجددة.
لذا فإننا متفائلين في هذا الصدد، ولقد ناقشنا كيفية زيادة التواصل وكيف أن ننشط السياحة بين البلدين. استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. استقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل أرلات سودان نونو. وخلال اللقاء قامت الوزيرة الكونغولية بتسليم شكري رسالة موجهة من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دوني ساسون غيسو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ. كما استعرض شكري آخر مستجدات الأعداد الجاري لمؤتمر COP27 مؤكدا سعي الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات. ومن جانبها أعربت الوزيرة الكونغولية عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر وثقتها في قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة. أعربت مصر عن خالص تعازيها للشعب التركي الصديق وللدولة التركية في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارتن بشمال تركيا، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى. وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في شأن الأزمة الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية خلال الساعات الماضية. وفي بيان لها أشارت الدفاع الروسية إلى إحباط محاولة أوكرانية للتقدم في منطقة خاركيف، فضلا عن التصدي إلى جميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها في منطقة نيكولايف، واعتراض وتدمير 18 صاروخا من نوع هاي مارس وإسقاط مقاتلة من طراز سو-25 وعشر طائرات مسيرة في منطقة خيرسون. من جانبها أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت 11 منطقة في دونيتسك، مشيرة إلى وقوع ضحايا جراء هذا القصف. وأضافت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت دونيتسك من خلال تنفيذ 21 غارة باستخدام نظام جراد ميلرز والمدفعية خلال الساعات 24 الماضية. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة بقيمة 725 مليون دولار التي سترسلها واشنطن لبلاده. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ترحب بشكل خاص بالذخائر لمنظومة رادمات الصواريخ هاي مارس والتي سوف تتلقاها بلاده ضمن حزمة المساعدات الجديدة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن تعتزم إرسال مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إن المساعدة تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا. مدفوعة بالتقدم الميداني الذي أحرزته أوكرانيا في الآونة الأخيرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تقديم حزمة من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، هي الأولى منذ شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مناطق ومدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف، ردا على حادث تفجير جسر القرم.
حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا من المتوقع أن تبلغ قيمتها 725 مليون دولار، وتشمل صواريخ وذخائر ومركبات عسكرية، لكنها لا تتضمن دعم كييف بقدرات فائقة جدا حتى الآن على الأقل. واشنطن وفي مسعاها لاستغلال الأزمة الأوكرانية لصالحها في ظل تفاقم الخلافات العميقة أصلا مع موسكو، تمارس ضغوطا على حلفائها لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلنطي، بعضها حديث جدا وبعضها أقدم، وذلك لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي، ومن أجل تحقيق هدف كييف من حماية لأهدافها الحيوية. يرى الخبراء العسكريون أنه يجب العمل على إنشاء ما يسمى بالنظام دفاع أرض جو متعدد المستويات، وهو ما تؤيده طبيعة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا، والتي تشمل أنظمة ناسامس القصيرة أو المتوسطة، وأنظمة الدفاع الجوي الألماني من طراز أيريس تي متوسط وعالي الارتفاع، وأنظمة هوك وسبادة 2000 الإسبانية متوسطة المدى، وأنظمة بامبا الفرنسية الإيطالية عالية الارتفاع. إلى ذلك تواصل المساعي الأمريكية لدعم كييف بالعدة والعتاد في انتظار ما ستسفر عنه حلقات الصراع القادمة بشكلها الجديد. حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الخطر ما زال قائما في محطة زابوريجيا النووية. وأشار غروسي في الوقت ذاته إلى إصلاح خطة طاقة احتياطيين بالإضافة إلى خط خارجي يربط بين محطة توليد الطاقة الحرارية والشبكة الكهربائية. وقال غروسي إن طاقم التشغيل في محطة زابوريجيا النووية يعمل تحت ظروف صعبة للغاية ويبذل أقصى ما في وسعه لضمان السلامة النووية. قالت شركة الطاقة الأوكرانية إينرجو إن قصفا صاروخيا استهدف منشأة البنية التحتية للطاقة بمقاطعة كييف وألحق أضرارا جسيمة بالمنشأة. قالت الشركة إنه تم شن هجوم آخر على البنية التحتية الحيوية، ونتيجة لذلك تعرضت منشأة البنية التحتية للطاقة في مقاطعة كييف لأضرار جسيمة، وأضافت أن موظفيها يعملون حاليا لإعادة إمدادات الطاقة إلى إقليم كييف والمنطقة الوسطى، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من الساعة 5 وحتى 11 مساء. أعلنت السلطات البيلاروسية وصول أوائل الجنود الروس المشاركين في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك بعد أسبوع من إعلان تشكيل القوة التي تستهدف الدفاع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني بحسب تصريحات مسؤولي بيلاروسيا. أوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها أن الجنود الروس وصلوا عبر القطارات من دون تحديد لعدد هؤلاء العسكريين. أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيرمي هانت عن زيادة في الضرائب. وأضاف وزير المالية البريطاني أن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25%، مشيرا إلى أن الاتفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا، مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا. تواجه الحكومة البريطانية الكثير من الانتقادات بسبب تعاملها مع ملف الاقتصاد، حيث غرقت الأسواق في حالة من الفوضى، خاصة عقب الإعلان عن خفض الضرائب للأعلى دخلا، وهو ما تراجعت عنه الحكومة، بينما تستعد لإعلان الخطة المالية الجديدة بحلول نهاية الشهر. هذا ويتوقع الاقتصاديون البريطانيون مزيدا من التقلبات في سوق السندات، وخطرا على صناديق المعاشات التقاعدية في الأسابيع المقبلة قبل بيان الميزانية الكامل.
حالة من التخبط وعدم استقرار القرارات الاقتصادية يواجهها الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، وأهمها ارتفاع نسبة التضخم التي أثرت بالسلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر الثالث عشر على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له في 14 عاماً عند 13.1% في أغسطس. وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد البريطاني، تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية ليزي تراس عن خطتها لتجميد زيادة ضريبة الشركات المقررة العام المقبل بعد ساعات من إقالتها لوزير المالية كواسي كوارتينغ وتعيين جيرمي هانت. تراجع تراس جاء بعد 3 أسابيع من اضطرابات السوق منذ إعلان وزير المالية السابق عن برنامج لدعم النمو الاقتصادي تضمن أكبر حزمة تخفيضات ضريبية في نصف قرن سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، ليأتي قرار تراس بإلغاء تجميد ضريبة الشركات، ما يعني أن هذه الضريبة سترتفع حالياً إلى 25% بعد أن كانت 19% كما كان مخططاً من قبل سلفها بوريس جونسون ووزير المالية السابق ريشي سوناك. هذا وتأمل تراس حالياً أن يكون قرارها بالإبقاء على زيادة الضريبة، والذي سيجلب إيرادات بنحو 67.5 مليار جنيه استرليني على مدى 5 سنوات، إلى جانب تعيين جيرمي هانت كافياً لتهدئة توترات الأسواق. اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين الدائن الرئيسي لدول الفقيرة والنامية بعرقلة الجهود الدولية لتخفيف ديون هذه البلدان خصوصا الإفريقية منها. وفي مؤتمر صحفي بمقر الصندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت يلين إنه تم إجراء الكثير من المناقشات حول ما يمكن فعله لجلب الصين إلى الطاولة وتسهيل تبني حلول أكثر فاعلية لمشكلة الديون المستحقة على الدول الفقيرة. يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل احتواء أزمة طاقة غير مسبوقة والتي تسببت بزيادة التضخم وتهدد بدفع الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الركود. هذا وأكدت وكالة بلومبرغ أنه من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة الكتلة ولاستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز. انقسام أوروبي حول الاتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، فبعض الدول مناهضة لسياسة وضع سقف للسعر وآخر موال لها. هذا ويستعد قادة الدول الأوروبية لعقد قمة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل احتواء أزمة الطاقة غير المسبوقة التي تسببت في زيادة التضخم وتهدد بدفع التكتل إلى الركود. وأكدت وكالة بلومبرغ أنه لا تزال الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في فرض حد أعلى لسعر الغاز الروسي تقسم الدول الأعضاء التي تختلف مصادر الطاقة لديها ومصادر قوتها الاقتصادية عبر الكتلة المكونة من 27 دولة. ونوهت الوكالة إلى أنه حتى مؤيدو سياسة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي لديهم اختلافات مرتبطة بنطاق هذا الحد وآليته، بينما يشعر المعارضون لهذه السياسة بالقلق من تعريض أمن إمدادات الطاقة لديهم للخطر بعد أن قطعت روسيا الشحنات إلى المنطقة على حد مزاعمهم. وأوضحت وكالة بلومبرغ أنه من أجل كبح جماح هذه الأزمة من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة الكتلة واستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز آلية الاتحاد الأوروبي لمشتريات الغاز المشتركة وإنشاء مؤشر جديد للغاز الطبيعي المسال بعد أن فشل المعيار الحالي في عكس واقع الطاقة في المنطقة. أعلنت المصلحة الوطنية للإحصائيات في البرتغال عن تسارع معدل التضخم بالبلاد ليصل إلى 9.3% في سبتمبر، ليشهد أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1992. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي والذي لا يشمل الطاقة والمنتجات الغذائية غير المصنعة ليصل إلى 6.9% في شهر سبتمبر. التضخم في البرتغال ما زال يتسارع في الصعود، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التشرد. لتكافح الجمعيات الخيرية من أجل التعامل مع صعود أسعار الطاقة والغذاء،
كما تخشى أنها قد لا تكون قادرة على مساعدة كل من يحتاج إليها. ومع اقتراب فصل الشتاء، أبدت المنظمات التي تساعد البرتغاليين عن قلقها من زيادة عدد الأشخاص الذين لا يملكون المأوى. متطوع الجمعيات الخيرية بالبرتغال يرون أن المال لا يكفي حتى للأدوية أو الإيجار، وهناك أشخاص يأتون إليهم للحصول على وجبة حتى يتمكنوا من التأقلم حتى اليوم التالي. التضخم في المنتجات الغذائية والطاقة أعلى بكثير من متوسط معدل التضخم المبلغ عنه، وهذا ما يشعر به الكثير من العائلات التي تكون ميزانيتها ضيقة بالفعل، لدرجة أنها لا تتمتع بالمرونة في الميزانية، وبالتالي كان عليها إما تقليل ما تشتري لمنازلهم أو كان عليهم طلب المزيد من المساعدة من المؤسسات. البرتغال التي تعد من أفقر الدول في أوروبا الغربية بلغ حجم التضخم فيها إلى أعلى مستوى في 30 عاماً عند 9.3%. في عام 2022 وفي سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالهجوم الروسي مع ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة المعيشة، لدينا حالياً أشخاص بلا مأوى بملف تعريف جديد. هؤلاء هم الأشخاص الذين لم يعودوا بسبب العمل غير المستقر قادرون على الحفاظ على منازلهم. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا في إجازة مرضية طويلة والذين فقدوا دخلهم خلال تلك الفترة لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على الاحتفاظ بمنازلهم. هذه هي القضايا المطروحة على الطاولة والتي تدفع الناس إلى التشرد. ووفقاً لمكتب إحصاءات الكتلة الأوروبية يوروستات، فقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع متوسط تكلفة الخبز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% في أغسطس من العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه. قال متحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة ضد تايوان. وقال المتحدث إن هذا يعتبر ملاذا أخيرا في ظروف قاهرة، على الرغم من أن إعادة التوحيد سلميا هي الخيار الأول. وخلال مؤتمر صحفي في بكين، أوضح المتحدث أن إعادة توحيد الصين وتايوان يلبي مصالح الجميع بما في ذلك مواطنو تايوان، وأن الخيار السلمي له أولى. أعلن الاتحاد الأوروبي وصول بعثة تقييم تقني تابعة له إلى أرمينيا استجابة لمطلب يريفان من أجل التحضير لنشر مراقبين من الاتحاد الأوروبي على الجانب الأرميني من الحدود مع أذربيجان في وقت لاحق من هذا الشهر. وذكرت دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في تكتل ستناقش بعد غد الاثنين اقتراح الممثل السامي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل لنشر بعثة مراقبة، والتي سيكون من أهدافها الأساسية المساهمة في الاستقرار وبناء الثقة، بالإضافة إلى دعم عمل اللجان المنتشرة على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من أول غواصة صنعت محلياً وتعمل بطاقة نووية بحسب وزارة الدفاع الهندية، ويجعل اختبار قدرة الردع النووي الهند واحدة من 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين مزودة بقدرات نووية ضاربة لشن هجمات مضادة براً وبحراً وجواً. أعلنت السلطات الصومالية مقتل 30 إرهابياً واستعادة منطقة حوادلي خلال عملية عسكرية. وأوضحت السلطات الصومالية أن قوات الجيش استعادت خلال عملية عسكرية منطقة الحوادلي الواقع على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو، لافتة إلى أن القتلى والإرهابيين من بينهم 3 قيادات، وأن المنطقة تعد نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية. أوضح المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستراتيجية المناخ والتسليم هاري بايد
إن أوضح أن التمويل الجماعي المشترك للمناخ من بنوك التنمية متعددة الأطراف حقق رقما قياسيا عند 82 مليار دولار عام 2021. يتجاوز هذا المبلغ أهداف تمويل المناخ لعام 2025 المحددة في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك كوب 25. وبلغت هذه الأهداف إجماليا متوقعا قدره يبلغ 50 مليار دولار أمريكي للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وما لا يقل عن 65 مليار دولار لتمويل المناخ على مستوى العالم، مع مضاعفة تمويل التكيف المتوقع إلى 18 مليار دولار والتمويل المقدم من القطاع الخاص إلى 40 مليار دولار. تراجع منسوب المياه في نهر ميسيسيبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات جراء شح الأمطار لفترة طويلة، مما يربط حركة الملاحة باتجاه خليج المكسيك، وتشكل حركة السياحة بخليج المكسيك محورا أساسيا للاقتصاد والصادرات الأمريكية. وقام سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي بعمليات تجريف طارئة للسماح بعبور المراكب. تعهد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية. يأتي ذلك بالرغم من أن تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمرة. وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية، وتلك بعيدة الأمد. في حياة كريمة، أطلقت وزارة الصحة 7 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تنطلق القوافل يومي 15 و16 من أكتوبر وللكشف والعلاج مجانا، وتشمل القوافل عدة محافظات منها القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، بني سويف، أسيوط، سوهاج والبحر الأحمر. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عدوي التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بنقوم متابعة الحالة مع المريض بعد الكشف في العيادات المختلفة، بحيث أن المريض لو احتاج تحويله إلى مستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط أو استكمال علاجه، من حيث أن احنا نقدر نطلع له قرار نفق الدولة أو أشعة أو تحاليل خارجية للمستشفى، ومنتابع معاه بعد الخروج بعد الانتهاء من القافلة للذهاب للمستشفيات المركزية، بنتابع معاه تقديم الخدمة بحيث أن احنا نقدر نوصل له الخدمة من خلال القوافل العلاجية خدمة كاملة. في القوافل الطبية بنهتم بتقديم تثقيف الصحي للمواطنين، وهو خدمة من الخدمات الأساسية اللي بتقدمها القوافل الطبية للمواطنين. احنا بنتكلم مع المواطن على الأمراض المعدية اللي موجودة زي مرض الكورونا مثلا، وبنعرفه بأهمية التباعد الاجتماعي ونظيف الأيدي، غسيل الأيدي بالماء والصابون،
حرصا على عدم ظهور حالات جديدة أو المرض يزيد. الحمد لله في الفترة الأخيرة بدأت حالات الكورونا تقل، ولكن بنستمر في الإجراءات الاحترازية من غسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي، وبنفهم المواطن بأنه لازم يستمر على الإجراءات دي حفاظا على نفسه وحفاظا على المجتمع. بشكر الرئاسة وبشكر الرئيس السيسي على مجهوداته وعلى المعمول، مش بس في القافلة، في البلد كله، لأن حاجات ما كناش نحلم بها بجد، يعني مش بتكلم كلام ورا ولا حاجة، الحمد لله يعني ما شاء الله شغل يعني ما كناش نحلم به. كما وصلت إلى وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء وصلت القافلة الطبية المجانية. وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر، فقد تقرر استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارا من اليوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الهمم وتذليل الصعاب والعقبات أمامهم خلال لقائه بأصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء. أعرب شوشة عن شكره لأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات وبعض الفئات الأخرى التي تتعامل مع المكفوفين وضعاف البصر لما يبذلونه من جهد كبير في التعامل معهم. تحرص الدولة على بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار في العنصر البشري تعليميا من أجل خلق جيل من الكوادر التي تمتلك مستوى متطور من القدرات الفنية والرقمية. تسعى الدولة للتوسع في إنشاء الكليات والمدارس التكنولوجية وذلك لتعزيز القدرات التنافسية لدى الخريجين.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوجه عام هي مدارس الهدف منها تأهيل طلبة مصر لسوق العمل. اللي بميز مدرسة هنا أن أنا بشتغل نظري وبنزل معامل بطبق عملي. الشيخ الصناعي هنا نظر أنه هو استثمر في طلاب، وبالتالي هو أحوج الناس لأنه يعين هؤلاء الخريجين بعد كده. فالمدرسة دي فعلا تعتبر تغيير مفهوم التعليم الصناعي في مصر. فرحان ان الولاد بتدرس حاجات انا شخصيا درستها بعد ما خلصت الكلية بتاعتي. احنا بدأنا تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وده نموذج للتعليم مصري صرف قائم على العمل، محاكاة لما يتم في ألمانيا من نظام التعليم والتدريب المزدوج. النظام ده بدأ سنة 2018 بوجود 3 مدارس. الوزارة بتقدم المبنى والطلبة والمدرسين. الشركة الصناعي بيقوم بعملية إعداد هذه المدرسة ومعاملها وورشها. الطالب بيبتدي يقدم إلكتروني، ما فيش تقديم ورقي في المدارس. هو الامتحان عبارة عن مواد ثقافية وآي كيو. تاني حاجة بيدخل على مرحلة المقابلة الشخصية. إذا كان الطالب أساساً عنده ثبات انفعالي أو الطالب بدنياً وصحياً لائق ويوجد عنده أي موهبة بالنسبة لأي تخصص من التخصصات اللي عندنا، فبيجتاز المقابلة الشخصية وبيتم قبوله على مرحلة المدرسة. في أول اختبار كان امتحانات قدرات وامتحان عربي وإنجليش ورياضة، وبعد كده بعد ما اتقابلت في الاختبارات وكان في ناس كثيرة جداً مقدمين، لقيت انترفيو ورحت قدمت في الانترفيو واتقابلت في الانترفيو كده. عايز اشوف ادور على حاجه ليها مستقبل احسن في مصر، فانا لفت نظري ان مستقبل مصر دلوقتي كله في البرمجيات والكوميونيكيشن سيستم. اكتر حاجه بتميز المدرسه ان هي فيها قسمين مش قسم واحد، الفنون الرقميه والذكاء الاصطناعي، وهما مش موجودين في اي مدرسه ثانيه. والتدريب العملي بقى بننزل يومين في الاسبوع، الباصات بتجي لنا لحد البيت وبتاخدنا، بنروح الموقع التدريب اللي هو التوكيل، وبندرس بقى وبنشوف بقى زي بنشوف السيارات بقى بتخش ازاي وبنتعامل بايدينا وبنفسنا وانا اصلا يعني من بحب الفن جدا، فقررت ان انا التحق بالمدرسه بالذات ان هي في اكاديميه الفنون معقل الفن اصلا في الوطن العربي كله. من صغري انا كنت حابب الكرتون قوي وبتفرج عليه كتير، فكان في دماغي الناس اللي بتصنعوا ازاي ولا بتعملوا ازاي، فلقيت ان مدرسه اتش اس تي موفره قسم الفنون الرقميه للفنانين الصغيرين اللي هم عايزين يبداوا يعني وكده. الشركة الصناعي بيقوم بعمل مجموعة من الحوافز سواء كان للمدرسين أو للطلبة كمكافآت على فترة التدريب العملي اللي هم بيقوموا بيها، بالإضافة لتوفير الملابس الدراسية وطبعا وسيلة انتقال من وإلى منطقة التدريب العملي. مدرسة وي هي من أولى المدارس اللي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجمهورية، اللي هي بتهتم بثلاث حاجات في نفس الوقت اللي هي المعارف والمهارات وسلوك الطالب. انت عارف ان فيها التخصصات اللي انا بحبها زي الكوميونيكيشن، وده برضو اللي خلاني اختاره لان هو في تخصصات كتير جدا داخليه عنه، زي مثلا المايكرويف ترانسميشن والاوبتيكال فايبر ترانسميشن والموبايل سيستم وحاجات تانيه مهمه زي الانترنت اوف ثينجز وال5 جي، والكلام ده طبعا كله مهم لينا ومهم في المستقبل. ومشروعي هو 4WD روبوت 4 ويل درايف، هي عربيه صغيره بنقدر نتحكم فيها عن طريق موبايل وايرلس. قدرت اول حاجه الجزء بتاع التحكم ان انا اتحكم في العربيه، واحده واحده ابتديت ازود شويه خصائص عليها زي مثلا سمارت كاميرا الموجوده ومثلا روبوتك ارم ده زراع الي. بندرس جيرمان وعربي ودين وماس وكيمستري ومواد تخصص، بندرس كهرباء وميكانيكا. المدارس دي مجانية بالكامل، بيطبق عليها ما يطبق على باقي مدارس التعليم الفني العادية، لكن فيهم مجموعة من الامتيازات اللي الطلبة بتتحصل عليها في المدارس دي، أما أنه بياخد الدبلوم العلوم التكنولوجي اللي بياخده من الوزارة، بالإضافة لشهادة اعتماد دولي من أحد الجهات المعتمدة دوليا في هذا المجال اللي بيعمل فيه الطالب. حاليا احنا دلوقتي خريجين المدرسة اللي هي الدفعة الأولى اللي أنا منهم، احنا اتوزعنا دلوقتي على المصنع. دلوقتي حاليا مبسوط لأن أنا أولا في المجال اللي أنا حبيته وبشتغل في اللي أنا بحبه برضه. تجربتي بقى لما اتخرجت إن أنا حققت اللي أنا عايزاه، إن احنا كنت داخل المدرسة أصلا عشان فرصة العمل ولقيتها.
في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنة برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طارئة. كما تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة ومخرات السيول والسدود والترع والمصارف، ومتابعة حالتها والتأكد من جاهزيتها وتطهير جميع بلعات الصرف. وللاطمئنان على الأحوال الجوية وتقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان تحياتنا لحضرتك، يعني ممكن تطمنينا وتطمني السادة المشاهدين على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتوقعاتكم لسقوط الأمطار والأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها؟ أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالفعل صدر بيان من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأول منخفض جوي تتعرض ليه جمهورية مصر العربية في خريف عام 2022، ويمكن علشان كده في اهتمام واضح من كافة الجهات المعنية في الدولة، لأن دي هتكون أول حالة عدم استقرار بتشهدها جمهورية مصر العربية. بدأ اليوم هذه الحالة بدأت على المناطق الغربية برمال وأتربة ومسارة، أدت لانخفاض الرؤية على مناطق من مطروح واسكندرية وبرج العرب وأيضا سيوة والواحات البحرية والدخلة والفرافرة، وطبعا بدأ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الأسكندرية ومطروح. المتوقع مع مساء اليوم إن شاء الله تبدأ تدخل السحب على المناطق المختلفة من السواحل الشمالية، هتأثر بأمطار متوسطة ممكن تكون رعدية في بعض فترات الليل على محافظات تحديدا مطروح إسكندرية ثم قصر الشيخ والبحيرة، ثم تمتد لمحافظة الدقهلية والغربية. أما محافظات جنوب الوجه البحري زي الشرقية والمنوفية والأليوبية هتسقط أمطار خفيفة ليلة اليوم وفجر غدا الأحد إن شاء الله. أيضا القاهرة الكبرى متوقع سقوط أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية في بعض فترات الليل، وهتستمر معنا ليلة اليوم السبت إن شاء الله وأيضا فجر الأحد بإذن الله. فالأمطار تعتبر أمطار متوسطة على المناطق الشمالية وأمطار خفيفة على المناطق الداخلية زي جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أيضا هذه الأمطار هتستمر معنا غدا الأحد صباح الأحد تحديدا على المناطق الشمالية وأيضا محافظات القاهرة الكبرى، ممكن تمتد إلى بعض المناطق من شمال الصعيد، لكنها كلها أمطار خفيفة إن شاء الله غير مؤثرة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. التأثير الأكبر هيكون على المناطق الشمالية وهي حتى الآن تعتبر أمطار متوسطة ورعدية. هذا المنخفض الجوي بيتكون في البحر المتوسط بدأ يأثر بالفعل على اليونان وجزيرة كريت، وبيأثر بأمطار شديدة الغزارة وفيضانات، لكن مع دخوله للأجواء المصرية هتبدأ حدته تقل تدريجيا ويأثر على المناطق من الشمالية من البلاد. وسقوط الأمطار متوقع يستمر معنا الاثنين والثلاث، لكن هيكون على المناطق الشمالية فقط. وطبعا احنا مع حضراتكم اول باول وهتعود درجات الحراره الى سابق عهدها يا دكتوره ايمان، ولا هتستمر الحراره في انخفاض بعد ذلك؟ طبعا الحرارة اليوم زي ما احنا كلنا ملاحظين في ارتفاع في درجات الحرارة، وده اللي هيعمل على تكون السحب الرعدية وهنشعر بضربات البرق والرعد هذه الليلة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة اللي أعلى من المعدل بحوالي من درجتين لثلاث درجات. لكن بداية من غدا هيبدأ يكون في انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة. غدا المتوقع توصل ل 28 درجة العظمى على القاهرة ثم 27 درجة مع نهاية الأسبوع. درجات الحرارة أثناء الليل طبعا بدأت تنخفض بشكل واضح، وبدأنا نشعر بالبرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح البكر. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى عناوينها. الاتحاد البرلماني يوافق على استضافة مصر مكتبا للاتحاد، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن مصر ستعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الأفريقية الشقيقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي سبل دفع العلاقات بين البلدين بإرادة ثنائية جادة.
الدفاع الروسي تعلن إحباط محاولة أوكرانية للتقدم في منطقة خاركيف وتحذيرات من المخاطر القائمة بمحطة زابوريجيا. نهاية النشرة، في أمان الله.